أصبحنا نترقب بهوس من هو ذلك الرجل. أهلا بكم في قائمة أقوى 5 رجال في العالم. رقم 5، يوكو أوهالا. ولد في 1 ديسمبر عام 1970، وهو رفع أثقال قوي وممثل يبلغ طوله 6 أقدام ويزن 125 كيلوغرام. والشهرة يوكو بفوزه بلقب الرجل الأقوى مرتين في عام 1997 و1999، وفاز بمسابقة أقوى رجل في أوروبا مرتان في عام 1998 و1999. ويعتبر يوكو واحدا من 7 رجال في العالم الذين حصلوا على لقب أقوى رجل في العالم أكثر من مرة، وسجل في ملفه الشخصي قدرات تحمل أعلى من المتوقع، فقد سجل في الرفع بالساعد 220 كيلوغرام، وفي تمرين الرافعة المميتة 406 كيلوغرام. بعد السيرة الطويلة في طريق بطولات أقوى رجل في العالم، قام بتوجيه جهوده للسينما وصناعة الأفلام، ومن أدواره الشهيرة في أفلام Kingdom of Heaven و Bad Day to Job Fishing و Hour of the Dead. رقم 4، بروس ويل هيليام. ولد في 13 يوليو عام 1945، وهو رافع أثقال قوي جدا من الولايات المتحدة الأمريكية. يتخطى طوله 6 أقدام ويزن 150 كيلوغرام. كان بروس نجم المدرسة الثانوية في الرياضيات في مدرسة فيرمونت الثانوية، ليصبح بعدها رافع أثقال يفوز بالميدالية الفضية لصالح الولايات المتحدة عام 1975 في دورة الألعاب الأمريكية المقامة في مكسيكو سيتي، وحصل على المركز الخامس عام 1976 في دورة الألعاب الأولمبية المقامة في مونتريال بكندا. وفاز بروس بلقب أقوى رجل في العالم عام 1977، وعاد ليفوز ثانية عام 1978. رقم 3، ماغنوس فير ماغنوسون. ولد ماغنوسون فير ماغنوسون في 13 أبريل عام 1963، يبلغ طوله 6 أقدام و3 إنشات ويزن 287 باوندا، وهو رافع أثقال أيسلندي وينافس على لقب أقوى رجل في العالم. فاز 4 مرات بلقب أقوى رجل في العالم، وبدأ ماغنوس مشواره في رفع الأثقال عام 1984، وفي عام 1985 فاز بميدالية في منافسات أوروبا وبطولة العالم، وحصل على اللقب الأوروبي عام 1988. وعام 1990 سجل أفضل رفعاته في المسابقة بوزن 400 كيلوغرام سكوات و 275 كيلوغرام للرفع بالساعد و 375 كيلوغرام للرفعة المميتة، ليصل إجمالي أحماله حتى 1075 كيلوغرام. وحصل على اللقب العالمي في تمرين الرافعة المميتة بوزن 445 كيلوغرام، وفاز بأول لقب في مسابقة الرجل الأقوى عام 1975 بعد فوزه بلقب أقوى رجل في العالم عام 1971. قرر التركيز في مسابقات الرجل الأقوى. رقم 2، جون باول سيجما سيد. ولد في 28 أبريل عام 1960، وهو رافع أثقال إسلندي ويعمل في مجال كمال الأجسام، وهو أول رجل يفوز بمسابقة الرجل الأقوى 4 مرات ويزن 295 باوندا. 1984 حصل جون على اللقب الإسلندي في كمال الأجسام، تصل حمولة الرفع بالساعد 222 كيلوغرام و 357 كيلوغرام للسكوات، وأفضل وزن له في الرافعة المميتة، والذي حصل به على اللقب الأوروبي عدة مرات كان 370 كيلوغرام. وتمت دعوته لمسابقة الرجل الأقوى لأول مرة عام 1983، والتي حصل فيها على المركز الثاني. حصل على اللقب في مسابقة الرجل الأقوى لأول مرة عام 1984،
وهزم عام 1985، ولكنه استعاد اللقب عام 1986. رقم 1، جيف كاتس. ولد في 23 من أغسطس عام 1949 بإنجلترا. بلغ طوله 6 أقدام و5 إنشات ونصف، ويزن 170 كيلوغرام. في عام 1974 شارك جيف في دورة ألعاب الكومنولوث، حصل فيها على المركز الرابع، ويشارك مرة أخرى ليحصل على اللقب عام 1974. وفي عام 1978 فاز جيف في بطولات أوروبية محلية، وفي عام 1974 و1976 شارك جيف في مسابقة الرجل الأقوى، بدأ بالمنافسة على لقب البطل الإنجليزي عام 1979 ليفوز باللقب قبل أن يدخل مسابقة الرجل الأكثر حيوية في العالم عام 1980. سجل في الاسكواد 360 كيلوغرام، وفي الرفع بالساعد 380 كيلوغرام، وفي الرافعة المميتة 454.5 كيلوغرام. وتقاعد جيف عام 1987، وكان قد حصل أيضا على ميدالية الملكة إليزابيث الفضية عام 1977 عن أعماله المجتمعية، واستطاع جيف أن يثبت نفسه كبطل إنجليزي عظيم.